في عناوين نشرة الليلة: مليون دولار لزينة الأعياد وشوارع بيروت خالية من بهجة المولد. هي كانت مليونين وأكثر كمان، وصلنا للمليون، شالونا كل شيء خاصة بالزينة اللي احنا انسحبنا. عودة مجرور الرمل البيضاء، وبلدية الغبيري تعترض على أوساخ المدينة. بسبب الخلاف بين البلديتين أقدمت بلدية الغبيري على إقفال هذا المسرب. عصابة تختطف أماً وطفلها في الأوزاعي وتطالب بفدية. قال خلال 3 أيام يا بتدفع مليون دولار يعني بعد لك ابنك محل ما جبناه الجثة ومنخلي الراس عنه. رحيل أبو الزلف عاشق شكسبير. هلأ الإسلام الجبطار محمودات، كل هون بالغربية حبيتنا كلها محمودات. زياد الرحباني بالشياح 5 دقايق بس. هاي شو اللي عسكر؟ هاي الحل، هاي الحل. ترامب: لا أريد الاستماع إلى تسجيل وحشي ومريع. The killing of a journalist, a very, very bad situation. وفي ترندز: تلاميذ بلا مقاعد واللواء يسأل عن التعليم الواطي. وفي فن الخبر: من قرطاج إلى صور. هو التقاء واحتفالية المبدعين للحرية. هذه العناوين وسواها نفصلها في النشرة بعد قليل.